الحياة في الدنيا كلها صعوبات، الحياة من أجل أمة العيش فيها صعوبات، صحيان بدري، شغل ليل ونهار، مواصلات، زحمة مواصلات، فلوس مش عارف إيه، مصاريف، غلاء معيشة. الحياة من المسيح مش عايزة كده، الحياة من المسيح عايزة توبة، والتوبة دي أقدر أتوبها وأعترف على أبونا بسهولة، ما بدفعش عليها فلوس ولا بركب ولا. الحياة مع المسيح عايزة أحضر اجتماع زي كده، أسمع حاجات كتير جدا زي ما شفتين كده، حاجات حلوة جدا مفرحة بتديني قوة دفع للسير في طريق الملكوت، في السير في طريق ربنا، في حياة البر والتقوى، أبقى فرحان بربنا، فرحان بالحياة مع الله، أحضر قداس وأتناول جسد الرب ودمه، غذاء روحي ليا للحياة الأبدية، للحياة الأبدية، من يأكلني يحيا به. لكن طب لو ما تناولتش، يقول إن لم تأكلوا جسد النساء وتشربوا دمه ليس لكم إيه؟ حياة فيكم، ميت، ميت. التناول جسد الرب ودمه زي ما قلت قبل كده كتير في الحلقات اللي فاتت، ازاي فوائده وازاي اهميته وازاي انه امر الهي. طب التلاميذ عرفوا يعني، سمعوا الكلام ده، قالوا الكلام ده صعب، مين يقدر يسمعه؟ دي بدايه النهارده بس، ان هذا الكلام صعب، من يقدر ان يسمعه؟ فعلم يسوع في نفس تلاميذه يتذمرون، تلاميذه نفسهم يتذمرون على هذا، فقال لهم اهذا يعثركم ان اقول لكم بكل جسد واشرب دمي؟ طبعا لو كان ما يقصدش جسد ودمه فعلا الحقيقي كان لهم يا جماعه انا وده معقول هديكوا جسدي تاكلوه، كان صح ولا لا؟ لو ما كانش يقصد جسده فعلا كان قال لهم يا جماعه انتوا ده التلاميذ نفسها عصرت، فقالوا ده كلام صعب من يقدر يسمعه، فكان قال لهم لا انا انتوا فاكرين صح، انتوا فهمتوني غلط، وانا هقدر اديكوا جسدي تاكلوه ليه يعني؟ كان قدر يقول ولا ما كانش قدر يقول يعني؟ لكن قال لهم ايه لما الناس مشيت وعدد كبير من تلاميذه اللي كانوا بيسمعوه مشوا، بص ال 12 وقال لهم ايه؟ اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ تحبوا انتم كمان تمشوا؟ يعني مستعد استغنى عنكم؟ مستعد استغنى عنكم؟ لكن الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد الانسان وتشربوا دمه ليس لكم حياه فيكم، لان جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت سوى انا فيه. كلام ما فيهوش فصال ولا مجامله ولا تنازل، كلام صارم وقاطع وحاسم ما فيهوش غير قابل للنقاش. مش البعض يقول لك ده للذكرى، طب ما هو بس هو جسد ودم، مش للذكرى حاجه للذكرى، لا مش بنعمل احنا ذكرى الاربعين ولا ذكرى السنويه، الذكرى عن ايه؟ ده احنا حتى بنقولها في القداس، هذا اصنعوه لذكري، بس فاهمين يعني ايه لذكري؟ يقول لنا بولس الرسول في كل سوره صح 11 يقول ايه؟ اذا كلما اكلتم من هذا الخبز اللي تحول لجسد المسيح وشربتم كاس الرب تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. عشان كده احنا بنقول امين 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 بموتك يا رب وبقيامتك المقدسه الى اخره، كلام مترابط كله، كنيستنا عظيمه. فاذا احنا كل ما تناول جسد الرب وكل ما اشرب من دمه اللي في الكاس انا بتذكر ان هذا الجسد اللي باكله صلب على عود الصليب من ايه؟ من اجل خلاصي. وهذا الدم اللي سفك على الصليب اللي بشربه دلوقتي النهارده هو اللي سفك على الصليب من اجل تبريري ومن اجل خلاصي من دمنون جهنم ومن اجل ثباتي فيه، من اجل غفران خطاياي، من اجل ان انا ارس المجد العتيد ان يستعلم فينا. اتذكر يبقى في كل مره بتناول بحضر الناس بتناول بتذكر عمليه الفداء بالكامل، عمليه الفداء والخلاص اللي املها لنا المسيح على المجد وتمها لنا بالصليب وبقيامته المقدسه. يا احبائي مش كده المسيح على المجد يقول لهم ايه؟ يقول لهم اهذا يعثركم؟ فان رايتم، طب هقول لكم بقى الاصعب، اذا كان ده بقى ما تفهمينه، لكن هقول لكم الاصعب من كده بقى تفهموه ازاي، تعملوا هتعملوا ايه؟ يقول ايه؟ فان رايتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا. فان رايتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا، شوف الكلام ليه معنى كبير قوي قوي قوي، قوي في منتهى الخطوره. آية بتأكد بطريقة قاطعة على ألوهية المسيح للمجد أنه أزلي موجود منذ الأزل. بقول لهم إذا رأيتم ابن الإنسان قدامكم شكل ابن الإنسان صاعدا، وده حصلت قدام عينيهم ولا ما حصلتش؟ حصل. مش بعد أيامته المقدسة هو بيكلمهم بعد 40 يوم وفيما هو يكلمهم ارتفع عنهم إيه؟ صاعدا إلى السماء. التلاميذ قعدوا شخصين 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 فاكرين طالع شوية كده دورين ثلاثة ونازل ولا حاجة، يستنوا وينزل ما ينزل تعمال يطلع 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 لغايه ما توارى عنهم فوق السحاب وتوارى خالص خالص خالص، فضلوا شخصين مش ما مثلا ما شافوش في حياتهم ولا انكتب عنه في الكتاب المقدس قبل كده ان في نبي حصل له كده، ففضلوا قاعدين شخصين. فطبعا صعب على المسيح المجد،
فبعت لهم ملائكة قالوا لهم إيه؟ أيها الرجال ما بالكم هكذا شخصين إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا إلى السماء ها؟ سيأتي هكذا كما رأيتموه في المجيء الثاني. هو الله يطلع ينزل زي ما هو عايز في أي وقت. ده لو كان النبي يقدر يعمل حاجة من دي ولا الهوى. النبي لا يملك حتى يضمن أنه هيقوم تاني من الموت. لكن ده قال لهم أنا ابن الإنسان يسلم لأيدي الخطاه يصلبوه في اليوم الثالث يقوم. وقام في اليوم الثالث، والأبواب باب القبر مختوم بحجر كبير وعليه ختم كمان.